بدنا نتوقف مع لاعب برز كثير بمرحله الذهاب، شارك بست مباريات، سجل اربع اهداف، اربع اهداف كانوا اساسيين وكانوا حاسمين لفريقه، يعني كان خير بديل لتومي ورطان. جمهور الحكماوي كان كثير متخوف انه تومي ورطان وقت انصابوا يمكن ما يلاقوا البديل، فعلا المثل بينطبق فرخ البط عوام، لانه كل اللي بتذكروا بيو اميل وعمو توني، عمو توني رسهم كانوا احد اعمده المنتخب اللبناني، بول على الطريق ماشي لاعب برز بشكل خاص، خلينا نتعرف نحن وياكم اكثر على بول روسو. عمري 19 سنة وصار لي خمس سنين مع الحكمة، بلعب من ناشئين الشباب وطلعت على الفريق الأول، صار لي سنتين. إنه هي فيها إنه بيي ما كان بده إياني ألعب فوتبول، يعني لهلا بس بقول لي إنه إذا علاقاتي مش منيح بالجامعة ما بخليني ألعب. فهمت كيف؟ يعني إنه بيي دائما بشدد علي إنه أول شيء أمن مستقبلي بالجامعة، وبعدين إذا عندي وقت مشان الفوتبول بلعب فوتبول. الأربعة تبع السلام ماتش السلام، لانه كان الماتش عم يخلص وكذا كل اللعيبه معصبين وماتش كان كثير صعب، واجتني وقتها كان عم بيقول لي انه فوت 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 من قبل، عم بيقول لي رح العب لك الطابه، ولعب لي اياها مثل ما وعدني. تومي وورطان اكيد هن اكثر شيء فادوني، لانه صار لي بالست الماضيه انا بلعب بجانبهم، يعني بالتمرين كثير عم بفيدوني، يعني كخبره تومي مثلا بالكاريه عنده انه بيعلمني اوقات، بيقول لي انتبه هيك وانتبه هول، انه بيعلمني سر المهنه يعني كيف تهديف وهيك. وورطان كمان اسلوبه غير شيء، وورطان اسلوبه بالركض وبالخناقه، وتومي التهديف، فهول كثير بيساعدوني. وهلا وقت لعبت محلهم لعبت بنصايحهم كيف هن نصحوني العب، كيف فوت، كيف وين اوقف بالملعب وهيك، مش قادر اسجل اهداف. He's very, very good boy. He trains every day correctly. He's giving all your power here in the training. That's why he's best young now. This is very good for him. He's very good finish. He's have good, very good bad. Just learn a little bit more if he's still young. But in the future, he to be here the best forward in Lebanon. Paul هو واحد من أربع خمس لاعبة هالموسم. وبول كان الموسم الماضي كمان شارك شوي، بس هو كمان اليوم عم بيشارك مع هالاربع خمسه لاعبين البعيدين اللي بنتمنى لهم كل خير. بلش كثير منيح، صار مشترك تقريبا بست مباريات، جايب اربع اجوال، كثير مهمين باوقات حاسمه جدا. بول تيوصل هيدي البدايه، نقطه بدايه لإله، وتيوصل بول بده يكون عنده تضحيات كبيره. وبده مثله مثل اي لاعب، يعني بده يوصل لمحل بالفوتبول بده يحرم نفسه من اشياء كثيره. بول كثير منيح وعنده امكانيات كبيره، وصدقني انا بقول لك يعني انا من الناس يعني اللي ما كنت منتظر هالقد يعطي بول. يعني بول روستوم السنه الماضيه انا كنت متوقع انه يطلع نجمه بكير، انما هذا ما بيختصر نجميته بعد تألقه بمرحله الذهاب بالمباريات اللي لعبها بغياب تومي وفرتان. لا شك انه هذه بدايه الطريق، كلنا متوقع أن كنا لبول انه يستمر ويتألق، وبعد متوقعين بعتقد انا بول المفروض يعيش بتواضع، لانه بتعرف النجم الصغير بس يبلش وتحكي العالم فيه ويسجل اهداف وعم يتوفق كان بمباريات، هذه بدايته. لا شك انه هو امتداد لعائلته، يعني في كابتن امير رستم وعمه الدكتور توني رستم كانوا لاعبين كره قدم، وهو متاثر فيهم، وبدايته كانت السنه الماضيه بالفريق الاول، اخذ بعض الفرص السنه الماضيه، انما كان يعتبر شبل
ما في عنده خبرة، كان بحاجة لاحتكاك، شارك مع منتخب لبنان للمدارس السنة الماضية وبرز بشكل جيد. هذه السنة أخذ فرصة كبيرة أنه لعب مع الفريق الأول بعد ما احتك بالتمارين، أخذ ثقة للجهاز الفني والمدرب، قدر أنه يسجل أهداف حاسمة لفريق الحكمة، ساهم بجمع نقاط وساهم بالصدارة بشكل فعال. مرحلة الذهاب بعتقد هو النجم الأبرز.